أول كارت إجاك يا برج الميزان بيقول لك عيش اللحظة اللي أنت فيها، وبلاش تضلك زعلان على شغلات صارت. في صراعات جوات عقلك، وفي غضب كبير. فالورقة بتقول لك عيش حياتك الحين، عيش اللحظة بلحظتها، عيش وانبسط، لأن الهدوء مقرب منك، الهدوء عم بيقرب منك، فأنت لازم تشوفه وتعيشه. كذلك بشوف يا برج الميزان إنه في طاقة كبيرة عندك، في طاقة غضب وزعل. يعني كيف راح أشرح لك، يعني كأنه أنت منزعج، فاير من هالطاقة، هي مو منيحة من الأصل. أما الحبيب فإجاته كارت إنه راح يعيش حياة جميلة، وراح تكون عنده أسرة جميلة، وفي سعادة كبيرة منتظرته، وحاجات حلوة في الطريق، وحيكون في توازن بينك وبينه. ولكن لازم على الحبيب يعمل تسامح وتفاهم معك، لأنه إذا فعل هذا، يعني لو عمل كده، فربنا حيديه الحب الحقيقي الغير المشروط، لأنه أنت بالنسبة إله يا برج الميزان الحب الحقيقي. فمبين عندي يا برج الميزان إنك قلت له كلام جامد، يعني كلام قاسح، يعني كلام هزه، خلاه في حالة، لأني عم شوفه حاسس إنه مجروح جدا وتعبان، وبفكر الكلام اللي قلت له في الشغلة اللي صارت بيناتكم. راح نشوف، راح اسحب لك كارت ثانية يا برج الميزان، نشوف شو راح يطلع لك. خلينا نشوف. يا برج الميزان الكارت هي كارت دعوة، كأنه في عندك دعوة انك تهدي حالك وتلتجئ للدعاء والصلاة. كأنه في عندك أمنية، في عندك دعوة. الحقيقة الكارت هذا دعوة، هي كارت استجابة الدعوة، بس في حالتك حسب الحالة اللي طلعناها، انت لازم تدعي وتصلي وتطلع من الطاقة السلبية اللي انت فيها. يعني انت لازم تخرج تتفسح، لانه مبين يا برج الميزان انه انت زعلان ومتعكنن قوي، ومش عارف تفكر، ومتغاض من الحبيب. انت نظرتك كأنك شايف انه الحبيب ما بيفكرش مزبوط، ما بيفكرش منيح، انه مش متوازن، انه انسان متلخبط، انه انسان يعني مش متوازن. وكذلك يا برج الميزان ممكن يكون هالشي هو حب جديد، وشخص جديد دخل حياتك واداك حب جميل قوي، فواضح ان العلاقة دي علاقة جديدة. يعني ممكن تكون كذلك، عندي في اشارات، يعني ممكن تكون علاقة جديدة. فمبين عندي انكم في علاقة سول ميت او توين فيلين، وانتو شكلكم مش متقابلين من زمان، من زمان قوي، او انكم اتقابلتوا واتخاصمتوا، لاني بشوف في غضب بيناتكم، يعني في زعل. كذلك عندي هون في ورقة طالعة للحبيب بتقول له انتظر، ويت. وانت جاي لك ورقة بتقول لك
تعامل بطريقة مختلفة وأسلوب آخر. يا برج الميزان، خليني أتأكد، في عندي طاقتك طالعة لي، طاقة الشيطان، مش الشيطان يعني القصد، بس طاقة الغضب، يعني إنسان غضبان متغاظ كتير، يعني كأنه الدخان عم يطلع من أنفه من الغضب. بدي أتأكد أشوف طاقتك، استني أشوف طاقتك تطلع نشوف طاقتك. صح، طالع عندي طاقتك طاقة غضب وزعل، يعني انت دمك فاير من الشي اللي صار، والله ما في بيستاهل، يعني لا تكون طاقتك بهالشكل، يعني عندي طاقتك هون، بس انا قلت خليني اتأكد. واضح عندي يا برج الميزان انك زعلان ومتغاظ ومتعصب ومتضايق، يعني ممكن يعني تكون حاليا في طاقة جسدية، بس واضح عندي انه في طاقة غضب، يمكن لانه انت شايف انه الشخص ده بيلعب. وخلينا نشوف، راح نشوف الشخص ده شو، اذا بيلعب، اذا ظنك في محله، راح نشوف. صراحة يا برج الميزان طلع عندي انك انت زعلان كثير وكأنك عم تطالب بالعدالة، بس طالع عندي الشخص ده لا ما كيلعب متى حاجة، يعني لا بيلعب ولا شيء ولا حاجة. الشخص ده بيمر بظروف صعبة في حياته، وفي حاجات كثير يعني في حياته متلخبطة، وهو حاليا بيحاول يوازن حياته، هو مجروح، طلع عندي انه مجروح كثير، بيحاول يوازن حياته. الشخص ده مر بشغلات يعني خليته يخاف من الحب بشكل عام، فهو بيحاول يوازن نفسه بشكل كلي. حابة اقول لك ان الشخص ده، خليني اشوف اتأكد لك، انا عم بتأكد، نشوف الشخص ده. صح، مثل ما قلت، الشخص ده عاوز يعطي فرصة للعلاقة دي، وهو بيحبك، بيحبك كثير كثير كثير. انا حبيت اتأكد رغم اني القراءة واضحة عندي، بس حبيت أتأكد عاملة هون، الشخص ده بيحبك كتير وشاعر معاك بالسعادة كبيرة، لأنه شايف إنك أنت السولميت تبعه، وهو مجروح قوي وحاسس بجرح كبير، هو شايف إنك غامض قوي، فاحتمال تكونوا من بلاد مختلفة، أو في شي يعني في شي بينكم مختلف، لأنه هو بيشوف أنك شخص مختلف عنه، وعندك حاجات يعني بتخبيها عنه هو مش عارفها، ومش عارف يفهمك يعني بشكل مزبوط، وشايفك من النوع القلق، يعني شايفك يعني بتصير قلق بسرعة، وما بتتكلمش يعني في شغلات كتيرة هو عاوز يعرفها، وما بتبينش انك متضايق. كمان هو شايفك انك اختفيت وتباعدت عنه ومش عاوز تكلمه، ومبين عندي انه انت قلت له كلام جارح، كلام يعني جارحة، أو يعني شيء يعني كلام في الصميم، ومديتوش فرصة عشان يدافع على نفسه، فهو عايز فرصة عشان يدافع عن نفسه يا برج الميزان. كمان هو شايفك انك تسرعت من اتخاذ القرار ناحيته، وتسرعت في الحكم عليه، وكذلك في الحكم عن الموقف اللي صار، او اللي صار بيناتكم، او الموقف اللي كان فيه هو، على حسب الوضع، فانت ادرى.
أنا يا برج الميزان يعني شايفاك أنك خايف من السعادة، من الارتباط، وشايفة يا برج الميزان إنه الفترة الجاية راح يكون دماغك متلخبط، وحاسس إنك مش عاوز ترتبط تاني يعني لحد ما تزبط حالك، ومش عاوز علاقة مع حد دلوقتي، وعاوز تكون لوحدك. حابب إنك تضل مع حالك عشان تدرس الوضع منيح. بصراحة يا برج الميزان الشخص ده عنده حماس للعلاقة دي، وعايز يدي فرصة للعلاقة مرة تانية. خليني أشوف الورقة اللي عندك مقلوبة يا برج الميزان. الورقة دي بتعني إنه الشهر ده مش حيكون بيناتكم توافق، أو مش حتعرفوا توافقوا أو تتوافقوا صح مع بعض، وده بسببك يا برج الميزان، طالع لي بسببك، لأنه ده اللي بينكم، لأنه ده اللي باين عندي، يعني مبين إنه أنت متعصب، حتى إني قلت خليني أتأكد مرة تانية، طلع عندي إنه أنت متعصب وفي طاقة عصبية، يعني كأنه في طاقة مو منيحة. فأنت متعصب يا برج الميزان. أها، وعم بشوف انك حاسس ان الشخص ده هو السولميت، ولكن انت بتقول انه انا بستاهل الاحسن، وده انسان متلخبط ومش عارف هو عايز ايه، وبيلعب بيضيع وقت، يعني ممكن يكون بيضيع وقت هون وهون. لهذا يا برج الميزان طالعه لك ورقة بتقول لك انت محتاج تطلع من الطاقة دي، وتقضي وقت وما تفكرش في الماضي أو أحداث صارت مع هذا الشخص. كمان في شغلات قلقاك قوي، وانت شاكك انه الانسان ده بيلعب عليك. بس يا برج الميزان طالع لك انه الشخص ده بيحبك، وراح نشوف، راح احاول اتأكد، شوف الشخص ده بيحبك، راح نشوف شو راح يطلع معي. راح نعيد، خليني اشوف. الشخص ده بيحبك، طلع عندي بيحبك، الشخص ده بيحبك قوي، وانت عس حسب ما مبين عندي بصراحة مش عاوز الانسان ده، يعني انت متلخبط، بس حب بشرك انه الانسان ده هيستناك لانه بيحبك وهو متسامح. خليني اشوف شغلة. يا برج مبين عندي انك قلت له خليني اشوف، فمبين عندي انك انت قلت له كلام قاسي جدا، فهو حاسس انه مجروح ولازم يدافع على نفسه في هالموقف اللي صار. كمان لاتي اشوف لك هذه النقطة هذه. طالع لك ورقة يا برج الميزان، امسك نفسك، واصبر شوية، امسك أعصابك، فالشخص ده هو السولميت تبعك أو توين فلين، وهو بيحبك وبيستناك وراح ينتظرك، بس انت الفترة دي عايز تضل حالك وعاوز تنعزل، مش عاوز تخرج،
ولا عايز تتفق معاه. فبشوف يا برج الميزان إنك لازم تمسك نفسك شوية وتخفف من طاقة الغضب اللي عندك، طاقة الزعل، طاقة الضجر، لأنه أنت بتفكر كتير. فأنت محتاج، أنت مش شايف إنه الشغلة دي مهمة، بس أنت محتاج تتفاهم مع الشخص هذا عشان ترتاح. أنت لازم ترتاح داخليا عشان تشوف الأمور بشكل صحيح. فأنت يا برج الميزان محتاج شوية هدوء. طب خلينا دلوقتي نشوف إيه اللي حيحصل، خصوصا إنه عندك الطاقة دي. خلينا نشوف إيه اللي حيحصل مع هذه الطاقة هذه. خفف الطاقة، والله ماشي بيستاهل الزعل. شوفوا حتى الطاقة طالع عندي مش يعني نفس الشيء. انا عايز اعرف ايه حكايه الكارت اللي بيطلع لك ده. كل ما افك الاقي الكروت دي، والله انا مستغربه. مبين عندي يا برج الميزان انك متعصب قوي، فانت حتفضل في الطاقه، في الطاقة دي زعلان، يعني زعلان شوية. والشخص ده طالع عندي كمان زعلان، ولكن هو بيحبك وعاوز يعطيك فرصة تانية للعلاقة، العلاقة دي. بس انت عندك احساس انه في شيء احسن مستنيك، وانت بتستاهل افضل من كده. فالورق بيقول لك خد وقتك. خد وقتك واطلع وتفسح وافرح عشان تطلع من الطاقة السلبية دي، وعشان تعرف تفكر مزبوط. يشوف لك، راح يقول لك الورق كمان. الورقة بيقول لك يا برج الميزان انت محتاج الشفاء، خصوصا للشغلات اللي صارت معك والشغلات اللي جواتك. فأنت محتاج تجلس لوحدك مع حالك وتستشفي روحك. وتستعمل الوقت ده بأنك تفكر في الحب والطرق اللي ممكن أنك تعطي فيها الحب عشان أنت كذلك تحصل على الحب. او يا برج الميزان انا شايفك انك متلخبط قوي، وانت لازم تدور على مدرس روحي عشان يساعدك من التخلص من الغضب او الزعل، او حتى ممكن تكون دي طاقة جسدية. فرح اقول لكم الابراج اللي ظهر عندي. عندي برج السرطان وبرج الجدي والاسد او القوس. في عندي طاقة نارية وهوائية ومائية، بس يعني بشوف في طاقات بس قليلة. بس دي الأبراج اللي طاغية على القراءة، اللي واضحة. فربنا معاكم يا برج الميزان، ويا رب تطلعوا من الطاقة الجمدة، طاقة الغضب دي. و يعني انت لازم تروح عند مدرب روحي او سيكولوجي. ف كيف ما بيقول لك الورق، فكر في اللحظة ومش في الماضي. عيش اللحظة بلحظتها، ولا تخلي الزعل يسرق منك الوقت، يسرق يومك، يسرق ساعتك. لو شو ما صار، لأنه بيقول لك السلام بيقرب منك خطوة بخطوة. وانت حتفهم. فأنا بشوف يا برج الميزان انك تدي الشخص ده فرصة عشان يشرح لك ايه اللي حصل وتفهم الموضوع صح، وتتخلص من الطاقة السلبية، من طاقة الغضب، طاقة الزعل، طاقة الضجر، أو طاقة الانعزال.
وتفهم الموضوع مزبوط. فالورق بيقول لك انه طاقة السلام بعيدة عنك خطوة، فتحرك مزبوط عشان توصل للسلام. ربنا معاكم يا برج الميزان، وقولوا لي رأيكم في القراءة ايه من خلال التعليقات. اشوفكم على خير، وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس.